هتسأليني ولا أخش في الموضوع؟ لو أوصف شغلي في 5 كلمات هيكون dreamy, intimate, still life قوي, في a lot of objects كده that relate to nature, في حتى contradictive كده برضو في الصور, بركز على حاجات معينة قوي زي حركة الإيد, البسطة, بحس فيه intimacy قوي. أظن إن أنا شخص في لبسي أو في حياتي I'm very minimal, فبحس في الشوتس أنا عايزة أطلع حاجة مختلفة قوي عني أو حاجة يمكن أنا عايزة أعملها بس مش عارفة. انا شخص بيحب كولكت ارت, لما بروح الشوتس بجمع حاجات من البيت like vases, flowers, whatever, ترابيزه, plants. I got the model here. بتبقى بتسألني اللي هو where's the mood board او اي حاجه, بحس اللي هو لا لا احنا we're literally gonna play around, فبيبقى في الاوكوردنس دي قدام الكاميرا, بس I really like to embrace it. دخلت الفيلد as an art director with أختين في 2017. حسيت ان انا على طول عايزة اتدخل في الفوتوغرافي والستايلنج, لما كان بيبقى فيه شوت ببقى عايزة اخد الصورة من my perspective, لو في فوتوغرافر هسرق منه الكاميرا شوية, بس اللي هو انا عايزة اعمل حاجة with my vision. I want to take on the entire project. انا لأكون ال art director والفوتوغرافر والستايلست, ولو في set I'm gonna do it. بحس شغلي بيكلم ال young creatives that want to get into the creative field. I always work with what I have. I get really inspired by كل حاجة that's around me, فاللي هو can really work with what you have, you can do it anywhere. People know that I'm an art director. لما بيجيلي client حدا يشتغل معايا بيجيلي as an art director, بعد كده مش بيكون مركزين أصلا إن أنا مصورة صور, فبيعجبهم الشغل وبعدين so I take over the entire thing يعني. أنا في الفوتوغرافي عموما لما بدأت ما كنتش عارفة technical part قوي, فدلوقتي بدأ يعني اتعامل اكتر مع اللايت, اتعامل مع حاجات جديده, new settings. اجمل حاجه في شغلي ان انا لما بعمل حاجه بيبان ان في progress قوي عن ما بدأت, وبحس ان انا اللي هو I'm learning something يعني new. Being an art director, بحس ان انا ممكن اشوف كرسي like a vintage chair that I bought, بحس لو ايه ده انا عايزه اعمل بيه شوت, فبخليه actually هو السنتر وبعدين ببني عليه حاجات تانية. بحس actually ده اللي بيطلع في كل حاجة يعني, بحس على طول there's a prop كده معين ان انا بكون اشتريته. انا اصلا معظم الحاجات اللي عندي بكون مش شاريها for personal use, بكون شاريها for creative use. فبحس ان انا I got inspired قوي basically من ال objects والحاجات اللي أنا محاطة نفسي بيها يعني. هبقى insert دي يعني, بس اللي هو now things are simpler. يمكن زمان كنت بحاول approve نفسي أكتر عشان كنت لسه داخلة على الفيلد وداخلة على حاجة, ف I was trying to prove myself by adding so much and grabbing attention. دلوقتي I'm اللي هو مع نفسي كده بالراحة. بالظبط, very relaxed.
جمعت حاجات من عندي في البيت like old jewelry، حاجات قديمة قوي. وبعدين قررت اللي هو ايه ده، طب ما I want to collect more بس actually I want to sell it، عشان ساعات كتير قوي the people that I work with أو المودلز اللي هو انت جبتي ده منين، انت جبتي ده منين. فحسيت اللي هو okay I want to make it، عايزة أوسع الموضوع أكتر، اللي هو ايه ده it would be nice if I start selling كل البيسز اللي بجمعها، سواء بقى لبس like homeware like whatever it is. صورت كذا حاجة بعد كده I launched and it went really well. في أول ساعة تقريبا كل حاجة تقريبا اتباعت. حسيت اوكي خلاص I'm gonna start a vintage brand shop سلمى. It's vintage بس في الحتة التانية اللي هو I want to create objects that reflect my personality or reflect Shop Kalma. Shop Kalma is a vintage brand, so it's basically like hand-picked goods and handmade goods في الآخر. I think يعني حد اللي هو inspired me قوي was Henri Matisse. لما كنت الأول بفليكت ثرو كده الكتاب حسيت إن هو he has بجد a lot of different styles. يعني لو بدأنا الكتاب بده مثلا فبحس الموضوع بيتطور خالص، أكن it's a whole different artist. وده حسسني اللي هو you know I can do more. يعني مش لازم أزنق نفسي في حتة واحدة، مش لازم أزنق نفسي في ستايل واحد. it's okay to like explore، ومش لازم أكون عندي one specific style that I'm known for. بس فا I feel like this really inspired me. أنا أصلاً خدت course photography في الجامعة و I almost failed the course but I did it. I wasn't really interested. Same with Photoshop برضو، أنا تقريبا سقطت فوتوشوب في الجامعه، فده اكشلي كله علمته لنفسي من على يوتيوب. يعني عشان انا عايزه اتعلمه في الجامعه كان بالنسبه لي انا بس عايزه انجح وخلاص. same with photography، I'm still learning لحد دلوقتي، I'm still experimenting with different lighting different settings. I start to settle a little bit more in the body. أحلى project بالنسبة لي كان project بتاع شهد عمر. She's a yoga instructor و she reached out عشان تعمل صور للويبسايت بتاعها. كنا متفقين على vibe أكتر ما احنا جايبين references، فده كان حلو قوي especially بحتة props. أنا اليوم ده فعلا جمعت البيت كله حطيته في العربية ورحت، فكان عاجبني ان ده كان اول مرة اعمل شوت ملوش دعوة بالبرودكت. سيوجا ففي هو فلو وفي راحة وفي انتيسي كده، الموضوع قلب دريمي قوي، وكان اول مرة ابقى بصور شخص. حاسه ان انا ما كنتش جريئه كفايه زمان، في حاجات كتير قوي I turned down عشان كنت حاسه ان انا مش عارفه اعملها، بس بحاول بقالي سنتين ان انا اللي هو push myself شويه واحاول بحاول ابقى جريئه اكتر، واللي هو لو ما ظبطتش عادي برضو يعني كده. ف I think دي النصيحه بقولها لنفسي لحد دلوقتي، يعني ان انا ابقى جريئه اكتر في كل حاجه.